اهلا بكم مشاهدينا، لقاء يتجدد معكم في همزة وصل، برنامج يصنعه المشاهد من خلال طرح قضية جدلية ويدور محور نقاش فيها حول آرائكم المختلفة التي ترد إلينا عبر وسائل الاتصال المختلفة في هذا البرنامج. نلقاكم بعد قليل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. سريعا نستعرض معكم وسائل الاتصال التي يمكن لحضراتكم من خلالها التواصل معنا، اولا عبر الاتصالات الهاتفيه على الارقام التاليه الموضحه على الشاشه، عبر الهاتف المحمول على 1451 او على الهاتف الارضي على 09545 او عبر الرسائل النصيه القصيره على 1410. اما لمن يريد التواصل معنا عبر شبكه الانترنت فيمكن ذلك من خلال صفحتينا على الفيسبوك وتويتر همزه وصل ايجي. هذه مشاهدينا اشكال التواصل سواء عبر الهاتف او عبر شبكه الانترنت. اما موضوعنا اليوم الذي نطرحه معكم للنقاش فهو سؤال: هل دخلت مصر في حرب جديده على الارهاب؟ طبعا وكما كان متوقعا منذ 30 من يونيو وما تلاها من احداث انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي ونظام حكم الاخوان المسلمين، كما كان متوقعا احداث العنف طالت الشارع المصري، هجوم موجه الى اقسام الشرطه حتى يومنا هذا، هناك قنبله يدويه الصنع انفجرت في قسم بولاق الدكرور، اعمال عنف موجهه الى الشرطه وبهدف ترويع الامنين، لكن محاوله اغتيال وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم جاءت لتضيف السؤال وتعطيه بعدا جديدا: هل بالفعل مصر دخلت في حرب جديده ومرحله جديده من مواجهه الارهاب من خلال استهداف الشخصيات العامه، سياسه الاغتيالات التي تعود بنا بالادهان الى التسعينيات؟ هذه المرحله كيف ترى كيفية مصر أن تقوم بمواجهتها؟ الكيفية المثلى بالطبع، والمجال مفتوح طوال هذه الحلقة لطرح آرائكم المختلفة. أولا نتابع هذا التقرير. موجة إرهاب جديدة يقف وراءها من يريد قطع الطريق أمام أي مصالحة بين أبناء الوطن، ويستهدف زعزعة الأمن، ويحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، ويهدد السعي لتطبيق خارطة الطريق التي يتطلع إليها الشعب المصري لتحقيق آماله وطموحاته. مراقبون أكدوا أن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تمثل تصعيدا خطيرا للعنف والإرهاب. قيادات حزبية وسياسيون رأوا أن محاصرة هذه الموجة الإرهابية والقضاء عليها في مهدها لابد وأن يتم عن طريق سياسي يتمثل في التقدم في إنجاز استحقاقات خارطة المستقبل واستكمال عملية التحول الديمقراطي وفتح الباب للعمل السياسي الجماهيري وحرية التعبير عن الرأي، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، عوامل جميعها من شأنها الحد من هذه الأعمال الإرهابية والمساعدة في القضاء عليها. والبعض شدد على مكافحة هذا الإرهاب عن طريق المستوى الأمني، وبحسب خبراء أمنيون فإن استهداف موكب وزير الداخلية جاء كرد فعل متوقع للنجاح الذي حققته قوات الأمن والأجهزة المعنية في تكفيف منابع الإرهاب والقضاء على بؤره وملاحقة قياداته في سيناء، غير أن احتمالات قيام جماعات العنف بارتكاب مثل هذه العمليات الإرهابية ضد مسؤولين ووزراء لا تزال قائمة، وهو ما تؤكده جهات سيادية بالدولة، ما يفرض على الأجهزة الأمنية ضرورة تطوير وسائلها في محاربة هذا الإرهاب وتحديث أجهزة جمع المعلومات وتوسيع دائرة الاشتباه، بما لا يخل بحقوق المواطن وحريته الشخصية.
دعونا نبدأ على الفور مشاهدينا باستعراض أرائكم التي وردت إلينا حتى الآن في صفحتين على الفيسبوك وتويتر. أتوجه إلى محمد عبد الحكم لاستعراض هذه الآراء. تفضل محمد. شكرا إيمان. بالفعل وصل العديد من التعليقات على سؤال حلقة اليوم الذي يقول: هل دخلت مصر مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب؟ البداية مع عبد الرحيم عمرو الذي يقول: إرهاب إيه ده؟ الانقلاب هو الإرهاب. محمود يقول: انقلاب إيه بس؟ وفي انقلاب بيدي الرئيس مهلة أسبوع بعد كده تبقى يومين؟ فين الانقلاب ده يا جدعان؟ فكروا شوية، مش أي حاجة تشوفوها بعينكم، أنتوا شوفوا اللي قدامكم قصده ايه. محمود عبد الفتاح: الانقلاب هو الارهاب. محمود عرفات يقول: انتم ارهابيين، انتم اعلام قذر في العالم، انتم بتحرقوا مصر بكذبكم يا كذابين. هذا رأي محمود مليجي. رمضان عبد القادر يقول: الآن في الكرة المصرية وفي داخل الأحياء الشعبية والطرقات الجانبية مسيرات، لابد من دراسة هذه الظاهرة، لأن حظر التجوال جعل المسيرات في الحواري والقرى والطرق الضيقة. وماذا تفعلون بعد رفع حظر التجول؟ لابد أن نعلم الآن ليس كل متظاهر إخوان، هذا خطأ جسيم. عبد الحميد ميدو يقول: أنا نفسي أعرف فين الإرهاب، أنتوا لسه عايشين في الوهم بتاعكم، ده احنا شعب مصر مش إرهاب يا إعلاميين. محمود أحمد يقول: لا طبعا، وكنيسة القديسين تشهد. عصام يقول: الإرهاب على الإعلام المصري فقط هو السبب الأول في توقف السياحة في مصر بشكل ملحوظ. وبعض المشاركين يعني يرفعون بعض الصور للمظاهرات والمسيرات التي كانت بالأمس. أحمد شعبان يقول: الانقلاب هو الإرهاب. يوسف عبد الملك يقول: طبعا. يوسف عبد الملك يقول: طبعا مصر دخلت مرحلة شرسة من الإرهاب، والمشاهد الإجرامية أبلغ من مجرد رأي أو كلام، وهذا لا يخفي على أحد. تلك الموجة الإرهابية العنيفة، حيث أن لسان حال الإخوان ينطق: إما أن نحكم وإما أن ندمر ونرهب. لكن إن شاء الله تعالى رجال الأمن ومعهم جيش مصر العظيم قد باعوا أنفسهم شهداء فداء للوطن. هاني نجم: أرجوكم الإعلام، جميع مؤسسات الدولة، ارحموا مصر. أنا كل يوم لما بسمع عن سقوط أرواح أو انفجارات في الشمال الشرقي لمصر في العريش وجنوبها بتألم، يا ريت نهتم بمصر أكثر من كده. يعني هاني الإعلام يرصد الحقيقة. مجدي صبر يقول: نعم دخلنا مرحلة قديمة للحرب على الإرهاب، وأطمئنكم بأن الحرب الأولى كانت أي كلام، وأما هذه المرة ستكون أشد لفترة وجيزة، ويتلاحم الجيش مع الشرطة مع الشعب، ويبقى هنغير تلك المرحلة، اللي أدعو الله إن يكون معنا حفاظا على شعب مصر. أحمد البرهامي يقول: نعم، ولكن أريد لفت النظر أن هناك أيادي خفية غير الإخوان تريد الضرر لمصر، وممكن هي اللي بتعمل تفجيرات، ممكن تكون دول خارجية، وممكن تكون جماعات مثل الجماعات الإسلامية، وممكن إخوان برضو. أنا قصدي لا نركز في البحث على اتهام الإخوان وخلاص، رغم أنهم هم الذين هددوا سابقا. يعني أحمد جهات البحث تبحث في ذلك. فراج الجبالي: أنا زهقت من كتر الإشاعات اللي بسمعها، ومن كتر الكذب والأفلام الهندي اللي بشوفها في الإعلام، بس اللي مزعلني بجد الناس اللي ملهاش ذنب، اللي بتموت كل يوم، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إيمان، هذه أغلب التعليقات التي أتت إلي، ولكن اللافت للنظر أن الكل يتهم الإعلام بأنه هو السبب وراء مشاهد العنف التي توجد في الشارع المصري منذ 30 يونيو وما قبل ذلك. هناك اتهام كبير للإعلام، يعني لا أعلم هل الإعلام هو المحرك الأساسي للشارع المصري. يعني هناك دولة وهناك بعض الجماعات المسلحة التي دخلت مصر في الفترة السابقة، ربما تكون هي التي قامت بفعل ذلك، ولكن أغلب التعليقات كما يعني استمعت إلي وإليك الآن كي تستقبلي أولى اتصالاتك الهاتفية. شكرا لك يا محمد. ويعني اتهام الإعلام ليس بجديد، هو يعني كان محور رئيسي في الأحداث وفي حتى تبادل الاتهام ما بين الأنظمة السياسية كما ذكرت محمد. لكن مسألة اتهام الإعلام يعني هي ليست المحور بقدر ما نحن يعني معنيين بالحديث عن هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ مصر، خصوصا أننا كما يعني استعرضنا مع محمد عبد الحكم، عرضنا كل الآراء حتى التي طالتنا بالاتهامات، عرضنا كل الآراء حتى التي ما زالت مصرة على أن ما حدث في مصر هو انقلاب. أتحول إلى الاتصالات الهاتفية
هاتفية معي السيد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، معي أيضا سيادة اللواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، معي السيد محمد الألفي الخبير السياسي والاقتصادي. أبدأ بك سيد نجيب جبرائيل، وعندما نتحدث عن الدور الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان، نعم، إلى أي مدى ترى أنها كانت من الأهمية بما كان لإيضاح الرؤية لحقيقة ما يحدث في مصر وإيصال الأمر إلى البسطاء عما إذا كانت مصر بالفعل تواجه مرحلة جديدة من الإرهاب؟ في الحقيقة مسألة تعريف الإرهاب كانت هناك حاجة ماسة وشديدة إلى بالنسبة للجريمة الإرهابية، يعني كانت الدول اللي بتحتار ما هي الجريمة الإرهابية وكيفية توصيفها ومن بينها مصر. محكمة العدل المحكمة الجنائية الدولية في 16/2/2011 حسمت في لاهاي هذا الموضوع في مناقشتها أو نظرها قضية مقتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان، وقالت بالحرف الواحد الجريمة الإرهابية هي قيام شخص أو مجموعة مسلحة بقصد حمل السلطات على قبول شروط أو الإذعان إلى شروط معينة، وضربت من تلك الجريمة اللي هي السيارات المفخخة. يعني هناك فرق بين الجريمة الإرهابية وبين الاختيار السياسي، يعني ممكن يقتل وزير، يقتل رئيس وزراء، يقتل رئيس جمهورية، لكن لا تعتبر جريمة إرهابية، وإنما الجريمة الإرهابية مفادها حمل السلطات على الخضوع لشروط معينة أو الإذعان لشروط معينة. يعني مثلا رجوع مرسي الرئيس المعزول ده، ومن سمى ما حدث للسيد الوزير الداخلية أول أمس هو جريمة إرهابية بالمعروف بالتعريف الدقيق اللي وضعته المحكمة الجنائية الدولية، ومن سمى تعريف الجريمة الإرهابية قد تم حسمها. الأمر الذي يسترجد من السلطات المصرية وإيجاد تعديل فورا بقانون العقوبات المصري بوضع هذا التعريف الدقيق للجريمة الإرهابية. الأمر الثاني، نحن ننادي وزارة العدل أن السيد وزير العدل يصدر قرارا في إنشاء دوائر لمكافحة الجرائم الإرهابية على نمط دوائر مخدرات، دوائر الأداب، دوائر المرور إلى آخره، وهذا لا يتعارض إطلاقا مع قانون الطوارئ ولا فرض حالة الطوارئ. الأمر الثالث بعد كده أستاذ إيمان وأخير عشان مش عاوز أطول عليكي، إن فيما يتعلق بحل جماعة الإخوان المسلمين وتعريفها بأنها جماعة إرهابية، القانون بيقول ايه هنا؟ القانون الدولي قبل ما انا اطلب من الامم المتحده ان توصف هذه الجماعه بانها جماعه ارهابيه لابد ان يصدر قرار من الحكومه المحليه من السلطات المصريه بوصف هذه الجماعه بانها جماعه ارهابيه ويتم حلها، ثم اطلب من المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحده. طيب سيد نجيب أرجو أن تبقى معي، أنتقل إلى سيادة اللواء علاء بزيد. سيادة اللواء، ما حدث من محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية، هل تدخلنا في مرحلة جديدة من مواجهة الإرهاب تختلف عن الوقائع السابقة التي رأيناها من استهداف لقوات الشرطة، استهداف للأقسام؟ بالتأكيد المرحلة اللي بنمر بها مرحلة هي الدولة دلوقتي بتواجه حرب على الإرهاب، لكنه كان متوقع بالنسبة للأجهزة الأمنية، لأن وصلت ضربات استباقية في وهي الجيش والشرطة في سيناء، وضربات استباقية للقيادات في مصر، فرد الفعل الطبيعي بتاعها ان تعمل عمليات إرهابية المقصود بها اللي هي يعني هم لهم منهجية في العمل اللي هو إدارة الأزمات بافتعال الأزمات زي تعدى على الحرس الجمهوري والاعتصام المسلح والحاجات دي كلها، ده اسمه إدارة أزمات بافتعال الأزمة. ثانيا إثارة القلق على أكثر من جبهة، يعني فينا عندك في مصر محاولة اغتيال وزير الداخلية، النهاردة الدانات اللي ظبطت في السويس على السكة الحديد دي كلها حاجات عشان الهدف منها هو النيل وإرباك المنظومة الأمنية واختبالك بقى وإنهاك الاقتصاد المصري وإرسال رسالة للخارج بأن مصر غير آمنة، وده مقصود طبعا، واستخدام الإعلام زي الجزيرة وغيره في الترويج للمظلومية والملاحقة الأمنية دي الدعاء كلها، وده كله يمكن طبعا مواجهته كله بحاجات معينة، لكن
أننا براهن على ذكاء وقدرة الجيش والأمن المصري في مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه، وده مش جديد علينا. احنا في الثمانينات واجهنا الإرهاب وفي التسعينات واجهنا الإرهاب، وكانت في ظروف سيئة عن كده لأن الشرطة تعتبرها ظروف كانت أسوأ من هذه الأيام. أسوأ ليه؟ لأن احنا كنا بنفتقد الظهير الشعبي، كانش في تأييد شعب للشرطة، بالعكس كان الشعب مؤيد لهذه الجماعات باعتبارها ان هي مظلومة وان هي مضطهدة وان هي عايزة تطبق شرع الله وان السلطة مش عايزة ده. فكانت هي وكان حتى القضاء متعاطف معها، وكان الجيش العلاقة ليست على ما يرام. النهاردة هي بتواجه جيش وشعب وشرطة وقضاء، فهو طبعا دي كلها حاجات متوقعة، لكن الحمد لله احنا عندنا منظومة جديدة وقوية قدرت في خلال سنتين ونص تعيد بناء نفسها. صحيح هي مش بالقدرة الكافية لدرجة 100%، لكن احنا بنطالب أجهزة الدولة والحكومة ان تدعم الأمن في هذه الفترة العصيبة عشان تقدر تواجه هذا الإرهاب، وان شاء الله هتواجهه وهتقضي عليه بإذن الله. أرجو أن تبقى معي سيادة اللواء. أنتقل إلى الأستاذ محمد الألفي الخبير السياسي والاقتصادي. سيد محمد، يعني نتحدث عن تعمد للإرهاب، تعمد للترويع، وتعمد لإيصال صورة للخارج بأن مصر غير آمنة، وهذه المحاولات قد تنجح في كثير من الأحيان مع الأسف. تعتقد كيف يمكن بناء مصر اقتصاديا في ظل هذه المواجهة التي لا يوجد توقع للمدى الزمني التي ممكن أن تستمر فيه؟ الحقيقة بداية احنا قبل ما نتكلم عن الشق الاقتصادي، أحب أتكلم عن أنه احنا النهاردة في حالة حرب مع الإرهاب كاملة، بتدعم من بعض الأطراف الخارجية، وده معروف وواضح للكل حتى للمواطن العادي في الشارع. الخطورة النهاردة أن أنا بتكلم إزاي عن مكافحة إرهاب وأنا عندي ما زال هناك قصورا في تسليح ضباط الداخلية وأمناء الشرطة وتجهيزهم لمكافحة هذا الإرهاب. يعني النهاردة لما مثلا أنا ما عنديش إيه المؤشر لده في وجهة نظر حضرتك؟ مهاجمة الأقسام مثلا؟ طبعا، يعني النهارده ازاي الضابط يبقى تسليح 14 طلقه وامين الشرطه 6 طلقات وبيواجه الناس بقنابل وباسلحه عاليه؟ ازاي النهارده انا عندي 27 او 28 مديريه امن على مستوى الجمهوريه ما عنديش غير مثلا تقريبا انا عرفت في الاخر ان في 4 طيارات تابعه للشرطه؟ المفروض ان كل مديريه امن لديها طائره لاجراء عمليات المسح والتصوير عشان نقدر نكون فعالين اكتر ونقدر نحمي الناس، كمان يبقى عندنا قدر من المعلومات بيوصل لغرفه المتابعه المركزيه تقدر تتخذ عليه قرار في تحريك القوات او اتخاذ قرار ببعض المداهمات. دي نقطه. النقطه الثانيه النهارده فين حجم التكنولوجيا الموجود في مصر؟ ده بقى موجود في الشركات النهارده، موضوع الدوائر التلفزيونيه اللي بتراقب بيها الموظفين بتوعها. ازاي النهارده في معظم اماكن مصر ما فيش دوائر تلفزيونيه مرتبطه بغرف مراقبه مركزيه؟ يعني احنا النهارده عاوزين نتكلم في حاجات بسيطه مستخدمه في شركات، ما تكلمش النهارده بتكلم على امن دوله. فكل الجهود والاموال تسخر لهذا الغرض دلوقتي. ده الشق اللي فيه قصور، وقصور كبير، وارجو من الساده المسؤولين. اكيد ساتواجه بسؤالك لسياده اللواء علاء بزيد، لانه شايف ان يعني الجهاز الامني اعاد بناء نفسه. لكن سياده اللواء ارجو ساعود اليك مره اخرى استاذ محمد لنعود الى الشق الاقتصادي. رد حضرتك سياده اللواء على ما طرحه الاستاذ محمد الالفي من قصور في التسليح، في اشكال المراقبه، في حمايه الاقسام. وأحييك على هذا الرأي، وهو فعلا أنا قلتها ضمنيا، قلت إن إعادة بناء الجهاز الشرطة لم يتم بالكامل، يعني فيه نسبة 80%، فهو المفروض في تطوير وفي تطور فعلا في التسليح وفعلا أجهزة المراقبة مهما كلفت لازم لابد، وأنا قلتها ضمنيا، تسخير موارد الدولة في الحفاظ على أمن الدولة من خلال تطوير المنظومة الأمنية. نعم. من حيث التسليح، من حيث المراقبات، مهما كلفتنا من كوادر ومن أموال، لأن احنا في هذه المواجهة لابد، لأن ده مستهدف منه إسقاط دولة، فلازم نواجه ده، ولازم يكون في تضافر واصطفاف وطني في هذا، ولابد أن يكون هناك محافظة على تماسك الجيش والشرطة والشعب، لان ده وده من خلال ان انا برضو مش بفرع، لكن بنادي بطالب، ده مش الحل الامني لوحده، لازم الحكومه تتخذ حلول تطمينيه للشعب، منها مثلا حلول اقتصاديه، ما نفضلش احنا في الحاله ديت واخد بالك، لان ده
هو الفكره هي دي الفكره اللي احنا بنطرحها يا فندم. اسمح لي اعود للشق الاقتصادي. اسمح لي اعود للشق الاقتصادي مع الاستاذ محمد الالفي. يعني بنتكلم عن الامن اولا ثم الاقتصاد. هل احنا في مرحله اللي لازم نمشي فيها في خطين متوازيين حتى لو كانت الظروف الامنيه صعبه؟ انا اتفق ان احنا لازم نمشي في خطين متوازيين. اولا القصه بتاعت انتهت القصة بتاعت انه اي عبء اقتصادي وفشل اقتصادي حصل على مدى حكومات سابقة يتحمله جهاز الشرطة، لا دخل له بيه. النهاردة دلوقتي احنا مش عاوزين نفقد الشرطة الظهير الشعبي والتأييد والحب بتاع الناس لمساندتهم للشرطة والجيش. الحكومة النهاردة زي ما قال سيادة اللواء عليها دور، لكن انا النهاردة الدور اللي هو المفروض نقوم بيه ايه؟ المتوازي مع مكافحة الإرهاب، لأن دي دولة ومش وإن شاء الله واقفة على رجليها ومش هتقع في ناس محترمة جدا في البلد دي، لكن لابد من توفير المناخ المناسب. أنا في الاجتماع الأخير بتاع الحكومة اللي قالوا رفضوا فيه حوالي 22 مليار جنيه لتنشيط الأسواق ودعم بعض القطاعات، الكلام ده كلام كله عبارة عن مسكنات، لأن أنا المفروض أحارب الإرهاب بالتنمية. ولو الناس اللي اتمسكت دي اتحقق معاهم، اعتقد انه الناس الساده المسؤولين عن الامن واللي عندهم خبرات سابقه في التحقيقات هيقول له انا كنت ما عنديش شغل، انا كذا، وتم استقطابه. فالنهارده محاربه الارهاب بالتنميه، يعني انا شايف الحكومه بتتكلم على معدلات النمو تطلع من 1.2 الى 1.5. الكلام ده كله، لا البورصه طلعت، البورصه نزلت، ازاي انا بتكلم على بورصه اللي هي المفروض قمه الهرم وانا ما عنديش بناء للهرم؟ اقصد بناء اقتصادي تحديدا. النهارده احنا محتاجين مشروعات قوميه، وانا طرحت في برضه في التلفزيون المصري اللي كان ليا الشرف ان اطرح بعض الافكار، منها انشاء عاصمه اقتصاديه جديده لمصر في شمال غرب البلاد من منطقه الساحل الشمالي الى حدود ليبيا، لانه احنا محتاجين تنميه زراعيه وصناعيه وكيان اقتصادي، عاصمة اقتصادية لم أقل عاصمة سياسية حتى لأفهمنا. وضحت صورة الصورة. شكرا لك أستاذ محمد الألفي خبير السياسي والاقتصادي، سيادة اللواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، سيد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. مشاهدينا أيضا استطلعنا أراء عينة من المواطنين في الشارع، هل دخلت مصر في مرحلة جديدة من الحرب مع الإرهاب؟ سؤال نستعرض معكم أراء بعض المواطنين، كيف كان رده؟ دخلنا على مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب، بدليل اللي حصل امبارح، التفجير الغاشم اللي حصل امبارح لموقف السيد وزير الداخلية. طبعا ده بيفكرنا بأحداث الثمانينات والتسعينيات. الحادث اللي هو حصل امبارح دوت، طبعا دول ناس مغيبين وناس ما اعتبروش وطنيين او مصريين، ان دول لو مصريين مش هيعملوا كده، ان ده شعب مصري ودي روح. لما تيجي مثلا ولد يتقطع رجله او حاجات اللي احنا شفناها ديت، ما ينفعش ان تكون في مصر. وبعدين كان في امن دوله زمان، المفروض امن الدوله يرجع، ان امن الدوله كده اثبت ان هو كان على حق. هننتصر بامر الله، وربنا ما يجيبش لمصر حاجه وحشه، امين يا رب. ومبقاش زي اي بلد تانيه، احنا يعني مش بنبقاش زي سوريا ولا زي العراق، امين يا رب، ربنا يهدي الحال. مصر هتخش في مرحله جديده، بس رجائي من الشعب المصري كله يتكاتف مع الجيش والشرطه. مصر عمرها ما يكون فيها ارهاب ان شاء الله، ربنا حافظها ليوم الدين. الآراء تختلف، لكن الأمنيات واحدة، أن ربنا ينجي مصر من هذه المرحلة العصيبة. مرة أخرى أعود إلى محمد عبد الحكم ليستعرض لنا مزيد من الآراء. تفضل محمد. شكرا إيمان، مستمرون معكم في قراءة تعليقاتكم ومشاركتكم على سؤال حلقة اليوم الذي يقول: هل دخلت مصر مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب؟ كنا توقفنا عند المهندس نشأة أحمد الذي يقول: هذا شيء متوقع منذ فض اعتصام هؤلاء الإرهابيين وتاريخ تلك التنظيمات الإرهابية أسود، وللحفاظ على الوطن والخروج من تلك الفترة الحرجة والخطيرة لابد من التواجد الأمني المكثف في كل ربوع مصر، وعودة جهاز أمن الدولة كاملا، وعودة ضباط مكافحة الإرهاب الذي تم لهم بواسطة الإخوان، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد إلى أجل غير مسمى، ومساندة الشعب المصري العظيم الذي قام بثورته في دعم الجهاز الأمني بالمعلومات والوقوف وراءه.
احمد محمد حجازي عندما يقتل 25 شرطي في قسم كرداسة ويمثل بجثثهم، هذا يستهدف، وعندما يستهدف موكب وزير الداخلية ويسفر عن حالتي وفاة وقطع وبتر رجل لطفل وسيدة عندما يقتل 25 فرد شرطة بدم بارد برفح، فهل هذا إرهاب أم هزار؟ مراد الحسيني يقول المفروض تمديد حظر التجوال على الأقل لشهر آخر حفاظا على أمن المواطن والقضاء على الإرهاب وتمديد قانون الطوارئ لمدة عام حفاظا على أمن هذا البلد. محمد عادل: الانقلاب هو الإرهاب. مشارك آخر يقول: الإرهاب اللي بتقولوا عليه ده شعب مصر، إيه اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ ده احنا شعب مصر، لو نعتبر ان شعب مصر ارهابي يبقى انتوا كمان ارهابيين، وكل واحد يدافع عن حقه يبقى ارهابي، كل واحد لابد ان يدافع عن مصر وعن استقرارها. وليد سعودي يقول: اتمنى والسلام لمصر ويا رب يحميها ولا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا. أمير أحمد: نعم، دخلت مصر مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب، لأن ما يستعمله الإخوان اليوم هو الإرهاب المدمر، إرهاب التفجير، وهي المرحلة الثانية من الخطة الإرهابية، فعلى الدولة التصدي لهم بكل حسم وقوة حتى يقضى على كل هؤلاء الإرهابيين، وكل واحد بعد كده يشوف شغله وبيته ومصلحته. حميد وشافع: يا رب كل من يريد أن يخرب مصر فينتقم منه. محمد صابر: نعم، بعد حادث الاعتداء القاسم الشرس الذي تعرض له اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، سيادة الوزير الله يحميك من شر المضلين، عناية الله حلت دون مقتلك، عناية الله تحمي مصر كلها. حتشبسوت المصرية تقول: مصر أم الدنيا وتبقى قد الدنيا، مصر آمنة بفضل الله وأهلها في رباط إلى يوم الدين، مصر خزائن الأرض، مصر المصريين، ومصر العمل، ومصر التقدم. أخيرا حسين إبراهيم يقول: الانقلاب هو الإرهاب، فوقه بقى إرهاب، إيه ده اللي يروح منه 5000 وإصابة 20000 وسجن 20000، أمال هم كام مليون إرهابي؟ يبقى على كده مصر كلها إرهابية، كفاية توقوا ربنا. يعني إيمان، هي ذي أغلب التعليقات التي ترد إلينا. هناك يعني الغالبية العظمى تتمنى الأمن والسلام لمصر، ونحن أيضا نتمنى الأمن والسلام لمصر، ولكن لا ننكر أن هناك في أعمال شغب، أعمال عنف في الشارع المصري، هناك في تفجيرات، هناك يعني سيناء مضطربة أمنيا تماما، يعني تلك الأشياء لا ننكرها، ولكن جميعا نتمنى لمصر الأمن والسلام. إليك إيمان لكي تستكملي اتصالاتك الهاتفية. شكرا لك يا محمد، وبالفعل نستكمل الاتصالات الهاتفية وعرض الآراء خصوصا من المتخصصين. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مصطفى القصيف، رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، سيادة اللواء فؤاد فيود الخبير الأمني، ودكتور حسام الرفاعي رئيس كتلة سيناء المستقبل، وهي كتلة مستقلة. أبدأ معك سيد مصطفى القصيف، مراكز حقوق الإنسان بالتأكيد بيكون ليها دور شديد الأهمية في هذه المرحلة. بعض المنظمات الحقوقية كان ليها آراء مختلفة عن السياق السياسي من التشديد على ارتكاب أعمال العنف، ما وصفوه في بعض الأحيان بأنه إفراط في استخدام العنف في بعض الأحيان من قبل وزارة الداخلية. تعتقد أن هذه المنظمات الحقوقية على أي يعني سند استندت في هذه الآراء في ظل ما تشهده مصر حتى يومنا هذا من محاولات، يعني لا يختلف أحد على أنها محاولات بالفعل إرهابية؟ أهلا بك، مساء النور. أنا عايز أقول لحضرتك أن الإرهاب هو عدو المجهول، والعدو المجهول هو أخطر أنواع العداء للوطن والمجتمع، ويستغله كل الحاقدين والمخربين لهدم الأوطان. والإرهاب دائما في مصر يطل بأبوابه وبسواده على أبواب مصر في الأزمات. والشعب المصري رغم الترابط القوي والوثائق الاجتماعية بينه وبين بعض، ورغم اختلافه على الحكام والثورات، فمنهم من كان مؤيد لثورة 25 يناير ومنهم من كان ضدها، وكذلك ثورة 30 يونيو منهم من كان مؤيد ومنهم من كان معارض، ولكن الجميع كان متفقا بالاختلاف على وطنية الجيش المصري وعظمته وقوته على تحمل المصاعب، وإنه المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية هذا الوطن وحدوده. ورؤيتي في المشهد الحالي للجميع. طيب الرد على سؤالي بخصوص الآراء المختلفة لمنظمات حقوق الإنسان، شايفها بتستند على إيه؟ هي المنظمات الحقوقية بعضها بيقدم مبادرات للخروج من المشهد الحالي
للرؤية في المجتمع المصري، وبعدها بيتسند على القوانين الدولية، وبعدها بيتسند على على الدستور، على الدساتير اللي تحطها اللي بيحطوا المجتمع المصري. نعم. طيب أنتقل إلى سيادة اللواء فؤاد فيود الخبير الأمني. سيادة اللواء، تحدثنا يعني في السابق وكان في آراء على إنه لابد من تسليح الداخلية بشكل أكبر، لابد من تأمين الأقسام بشكل أكبر. الآن نحن بالفعل في مرحلة جديدة تستهدف أساليب جديدة، ومش عايزين يعني ننسى البيان اللي كان واضح من وزارة الداخلية في مرحلة معينة قالت صراحة أنها ستستخدم الذخيرة الحية في حال مواجهة المستلزم إمكانيات جديدة لتسليح الداخلية. هي وزارة الداخلية عشان تتصدى لهذه العناصر المدمرة للبناء المصري وللشعب المصري، لابد أن تتسلح بأحدث أنواع الأسلحة والتقنية الحديثة في إنشاف المواد المتفجرة أو القابلة للانفجار، وفي التسليح والتصدي بحزم وحزم لكل من يحاول أن يهدد منشأة حيوية من منشآت الدولة، سواء كانت منشأة اقتصادية أو منشأة سرطية أو منشأة عسكرية، لأن الترهيب ده والترهيب والإرهاب اللي الرسالة اللي بيبعتوها للخارج دي، وكان على رأسها محاولة التصدي لوزير الداخلية الراجل اللي هو بيتصدى لمثل هذه الجماعات، بيوجهوا رسالة شديدة الخطورة للخارج فإن مصر غير مستقرة. طالما ان مصر غير مستقره يبقى ما فيش مستثمر اجنبي هيجي، يبقى ما فيش اقتصاد هيشتغل. ده شيء بديهي، لكن الداخليه هل نحن في مرحله جديده تستهدف امكانيات اكبر لتسليح الداخليه لمقاومه الارهاب؟ ده اكيد لازم الداخليه تواكب العصر في التسليح بتاعها من اسلحه حديثه قويه تستطيع ان تتصدى لهذا النوع من الارهاب، لان الارهاب ده خلي بالك انا لما بقاتل في الميدان العدو بتاعي واضح لابس فيه معين، بيضربني من دبابه بشكل معين، من طياره بشكل، لكن ده اللي بيسموه اللهو الخفي. فاللهو الخفي ده عايز تقنيه حديثه في اكتشاف هذه العناصر، سواء خصوصا انه بيدوا احداث العنف زي ما شفنا النهارده مثلا في قسم بولاء كانت قنبله بدائيه الصنع محليه الصنع، يعني ممكن باقل الامكانيات يحدث الرعب ويحدث الارهاب بالفعل. ده أكيد، ما هو إحنا دلوقتي يعني حتى دلوقتي أنا حتى بنطالع في وسائل الإعلام المختلفة إن محطات السكك الحديدية ووسائل المواصلات هيبقى فيها عناصر قادرة على اكتشاف هذه القوات المتفجرة البدائية والتعامل معها. فلازم القوات الشرطة تسلح بأجهزة كشف متقدمة وتقنية حديثة وتتعامل بقى بحسم وحزم مع كل عنصر يهدد أمن البلد ومنشآتها الحيوية ومنشآتها الشرطية اللي بتتصدى لهذه العناصر المخربة لمصر واللي بيرضاش عنها الشعب المصري. بالتأكيد. أنتقل إلى الدكتور حسام الرفاعي رئيس كتلة سيناء المستقبل. دكتور حسام، يعني كتلتكم المستقلة يعني هي معنية ببقعة شديدة الحساسية من أرض مصر، وعندما نتحدث على الإرهاب فهي تتصدر الصورة بالتأكيد. رؤيتكم لما يحدث في سيناء الآن وكيفية إزالة العنف والإرهاب منها بحيث تكون من جديد خطوة جدية وجيدة في مسألة عادة اقتصاد مصر إلى عافيته. أولاً طبعاً فينا زي ما حضرتك قلتي بس توضيح صغير، نعم، إن هي بتتصدر المشهد إنها مسرح للإرهاب، ولكن ده مش تهمة لأبناء سيناء ولا لسيناء نفسها، بدليل إن إحنا شايفين إنه ما يحدث فينا بينتقل إلى كافة المحافظات أو هو جاي من كافة المحافظات ولا أرض خصبة كتير. الوضع دلوقتي طبعا حضرتك موجود، ده مكرر في الثمانينات والتسعينات كان موجود، وبفضل الله مصر انتصرت والشعب المصري بالجيش والشرطه انتصروا على كل محاولات بث الفتنه واحداث الرعب في الشعب المصري. بس يمكن في الزمن اللي فات كانت الحلول امنيه فقط، انا بؤكد على مع ضيوفي ان الحلول لابد ان تكون امنيه ومتلازمه معها حلول سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وكذلك حلول دينيه زي المراجعات اللي تمت في الثمانينات والتسعينات، وهي اللي بدات تكسر حده الارهاب، بدات في مراجعات دينيه في شايف ان ده وارد الان في ظل حاله الاحتقان والغضب بعد ازاحه حكم الاخوان المسلمين.
الوارد انما لابد ان نتعامل مع الموقف بكل الوسائل اللي عندي، الوسائل الامنيه فقط يعني، برضو الامن مشغل وماشي زي ما هو، ولكن في حلول سياسيه واقتصاديه واجتماعيه لابد ان انا امشي بالتوازي معاها، وايضا بعض المراجعات الدينيه، وان انا احدد برضو انه مطلوب من كل القوى التيار الاسلامي السياسي او القوى السياسيه انها تعلن موقفها من الاحداث اللي موجوده عشان نحدد مين المتسبب او مين الجهه اللي بتنفذ العمليه دي عشان اقدر اوضح. طيب شكرا لك يا دكتور حسام. اعود الى الاستاذ مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الانسان. دوركم يعني منظمات حقوقيه في هذه المرحله، شايفين انه مصر في هذه المرحله من الارهاب التي شفنا عينه منها وتطور نوعي بسياسه الاغتيالات مع المحاوله الفاشله لاغتيال وزير الداخليه، شايف ان دور حضراتكم ايه، النقاط اللي ممكن تتبلور في اهميه مشاركتكم مشاركه ايجابيه على الارض لمواجهه الارهاب؟ استاذ امال احنا قدمنا بعض المبادرات ومتواجده على كل القنوات وكل القنوات الاعلاميه، ولكن ليا رؤيه في المشهد الحالي للجميع، وهي اولا يجب على الجميع العمل لبناء هذا الوطن، لانها مصر كما يسموها ام الدنيا، وكانت تسمى ام الدنيا لاسباب الاتيه، كانت تقدم ايديها لكل بقاع الارض، وكانت لا تبخل بفكرها وثقافتها في بناء الامم والمجتمعات، ثقافة شعبها وعظمة النيل فيها جعلها أرقى الشعوب المميزة. ونصيحتي للجميع أن تتبرع جماعة الإخوان من الإرهاب الذي يلطخ ضفاف النيل بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء، وتحاول أن تغير من ثقافتها وإعادة أوراقها من جديد، والعمل على بناء هذا الوطن وتخفيف درجة الاحتقان وحالة الهلع الموجودة الآن في فئات الشعب. طبعا سيادة اللواء فؤاد فيود، تعتقد انه هذه المرحله اللي احنا بنواجه فيها الارهاب بشكل جديد، تعتقد انها ممكن تنتهي بمراجعات من قبل الجماعات المتشدده اللي ممكن تكون مسؤوله عن كثير من هذه العمليات الارهابيه او عن هذه الحاله من العنف والترويع في الشارع، لانه الكثيرين بيشبهوا هذه المرحله بالتسعينيات، ام انه المعطيات مختلفه؟ هو لابد أن نسير في كل الاتجاهات على مسارات متوازية، يعني محاولة المراجعات الفكرية، لأن هؤلاء المشتركون في الأعمال الإرهابية مغيبون أو يعني مستغلون أو مستغلين أو حاقدين أو مأجورين من الخارج ضمن طابور خامس بيهدد أمن واستقرار البلد، يبقى لابد من المراجعات الدينية وخصوصا في الأفكار المتطرفة، وأيضا ويكون هناك على التوازي تسليح جيد وقوي للقوات الداخلية للتصدي لهذه العناصر الإرهابية، ولا بد أن يكون هناك مسار اقتصادي للتعامل مع بؤر الإجرام، وخصوصا في يعني معالجة قضية أطفال الشوارع ومعالجة قضية العشوائيات، يعني دي هتاخد حيز زمني، بس إن شاء الله نبتدي، وأعتقد وبقول للشعب المصري مش هنبتدي إلا لما الأمور تستقر والأمن الداخلي يستقر علشان نقدر نبدأ خطوات البناء الفعلية. وأناشد شباب الإخوان المسلمين، شباب الإخوان، الشباب الناضج الواعي، كونوا ضمن نسيج المجتمع المصري، ولكن المجتمع والشعب لا ينسى كل من أساء إليه، ولا ينسى كل من هدد أمنه القومي، ولا ينسى كل من ارتكب جريمة يحاسب عليها القانون. سيتم التصدي لهؤلاء بالقانون وبالحسم والعزم، وفي النهاية الانتصار لإرادة الشعب المصري، لأن الشعب المصري شعب ليه حضارة عريقة، وإن شاء الله بإذن الله نأمل في المستقبل في الاستقرار والانطلاق بمصر للمكانة التي تليق بها لتكون فعلا أم الدنيا وأد الدنيا. أشكرك سيادة اللواء فؤاد فيود الخبير الأمني، أشكر أيضا أستاذ مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان، كما أشكر أيضا دكتور حسام رفاعي رئيس كتلة سيناء المستقبل. مشاهدينا نعود مرة أخرى إلى آراء حضرتكم والرد النهائي على السؤال الذي طرحناه اليوم، هل دخلت مصر مرحلة جديدة من محاربة الإرهاب؟ وقبل أن أعود إليك محمد لاستعراض ذلك، أريد أن
ولكن ألفت النظر إلى رسالة وردت إلينا عبر الرسائل النصية القصيرة من مشاهدنا الأستاذ حنفي الشامي، بيقول أنه لاحظ أن أغلب المتحدثين للبرنامج عبر شبكة الإنترنت هم أعوان الإخوان، ورأيه أن كل ما يحدث الآن هو لهو للجيش والشرطة داخليا لتعطيل المسيرة وعدم النظر لما يحدث خارجيا. حتى أستاذ حنفي لو كان في ملاحظة أن أغلب المتحدثين هم من يساندون الإخوان، فنحن في هذا البرنامج يعني صدرنا رحب لكل الآراء، وبنعرض هذه الآراء حتى منها ما يتهمنا نحن بالكذب والتضليل. محمد، يعني تعقيبك على ملحوظة الأستاذ حنفي في ضوء يعني ما تستعرضه دوما من آراء. بالفعل إيمان، يعني نحن نقرأ كافة التعليقات وكافة المشاركات دون انتقاء أيا كان الشخص، معارض أو مؤيد. هناك يعني بعض الأشخاص يسبون الإعلام المصري ويسبون الإعلاميين، ونحن قرأنا كل ذلك. نحن لا نقصي رأي أحد، ونحن نستعرض الجميع الرأي والرأي الآخر بكل حيادية. كنا توقفنا عند محمد مطوع الذي يقول بالفعل قد دخلت مصر في مرحلة جديدة لمحاربة الإرهاب، ولكن الشرطة المصرية قادرة على وقف هذا الإرهاب وأيضا بمساعدة الجيش. محمد يقول، محمد آخر يقول الخلافة الإسلامية الصحيحة كانت في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، وقليل جدا من الحكم بعد ذلك مثل حكم عمر ابن عبد العزيز، أما الغالبية فكانت خلاف بشري على الحكم. طه علي يقول نعم، لكن بشرط أن تستمر حتى تحقق أهدافها. عمر محمود يقول طول ما في إخوان وسلفيين والأزهر بعيد عن المشهد الخونة كتير، حمى الله مصر. أحمد سميح يقول لا، ولكن النفس الأخير للإخوان. أحمد أبو مالك نعم، لأن الإرهاب لم ولن ينتهي من مصر، لأن مصر هي مطمع الغزاة وهدفهم تخريبها، هذه أرخص أداة لهم. أحمد مصطفى كل ما يحدث الآن ما هو إلا أنفاس أخيرة للإخوان، فهم كالطير المذبوح الذي ينصر دماؤه في كل مكان. إبراهيم محمد إن قادة الجيش يعلون مصلحتهم الخاصة فوق المصلحة العامة، ولو أنهم تفاوضوا مع الإخوان لتم حل هذا الصراع. كيف سيحكم السيسي مصر وأمامه هذا العدد من المعارضين الذي قتلهم؟ إن حسابات السيسي خاطئة شكلا وموضوعا. يعني ربما إيمان رسالة إبراهيم محمد هي رد على الأستاذ حنفي الذي يقول نحن ننتقي بعض الآراء، هذا رأي معارض أو معارض تماما للحكومة، معارض تماما للفريق عبد الفتاح السيسي، ولكن نحن لا ننتقي أحد ونقرأ كافة التعليقات والمشاركات دون إقصاء لأي تعليق. إليك إيمان لكي تختمي الحلقة. شكرا لك يا محمد. بس يعني التصحيح، هي الفكرة أنه لاحظ أن معظم المتحدثين هم من يساندون الإخوان، دي كانت ملحوظته وليس اتهمنا بالانتقاء. على أي حال أشكرك يا محمد. وفي الغد موضوع جديد مطروح للنقاش، هو هل تنجح لجنة الخمسين في حسم النقاط الخلافية في مواد الدستور؟ هذا هو سؤال الغد، وكالمعتاد أرائكم هي التي تصنع محاور النقاش في هذا البرنامج همزة وصل. إلى اللقاء.